وكثير منهم مرت عقود وعقود بالمسلمين ولم يروا حتى اليوم. فمرحبا بهذا اليوم ومرحبا بهم في كل في أواخر كل شهر في هذا البيت إن شاء الله. وتم استدعون في الشهر المقبل إن شاء الله في يوم الجمعة الأخيرة من الشهر المقبل بحول الله مقبل. والسلام عليكم. يا سيدي أنا سعيد وجودي مع واحد المجموعة ديال تلة من الفنانين والشعراء والأدباء في هذا الصالون ديال أخينا العقيد الرحالي مساوي المساوي. إنك كتربطني معاه العلاقة تقريبا ديال 50 عام هذه ما شفتو 50 عام إنك كان كيجي للمنزل ديالنا عند المرحوم الأخ ديالي. كم أنا فرحان ومسرور بوجودي في هذا الصالون الأدبي اللي هو حقيقة جمع فيه ما تفرق في غيره من إعلاميين وشعراء وأدباء ومثقفين وممثلين كبار. وعلى محل هي باقة من ورود جمعات في بيت الأستاذ العقيد محمد المساوي الرحالي، وله الفضل كي يرجع في هذا الجمع المبارك السعيد. وما ننسى شيء الأخت سعاد حاجي اللي استدعتني لهذا الحديقة، والله من تعالى يطول عمرها ويطول عمر الأستاذ العقيد والزوجة دياله وكل من موجود معنا هنا. جد سعيدة وفرحانة أنني كنتواجد في صالون السيد الرائع والطيب السي الرحالي المساوي. هاد الأمسية اللي كتجمع ما بين الثقافة والفن والفن التشكيلي بصراحة، وكتجمع وجوه اللي اكتشفتها اليوم، وجوه طيبة من مسرحيين ومن شعراء ومن الزجالين. فهاد الأمسية هذه فكرتني في الزمن الجميل، فاحنا كنتمنوا انها تكون يعني دائما هاد اللمة ما بين الفنانين وما بين الشعراء، لان لما كنتلموا كنقدروا اننا نخرجوا يعني باشياء اللي هي جميله كتعود على الفنانين والمثقفين. فانا جد كنعاودها نقول جد مسروره وسعيده، وكنتمنى اننا نتلاقاو ان شاء الله في امسيه اخرى. الأدبي والفني الأستاذ والأديب والفنان التشكيلي محمد مساوي الرحالي هو نموذج وصورة لتعاون الإعلامي مع الفنان من أجل إبراز الفن الحقيقي والأدب الحقيقي والنظم الحقيقي في مجال الشعر والزجل بالخصوص. في هذه النسخة الثانية من الصالون حضر كل من الفنانين والأدباء والشعراء، وأيضا حضر معنا الأستاذ قرمال الخطاط المعروف، وحضرت معنا أمل عبد القادر عن الفنانين، وكان أداؤها يعني كما هو معلوم أداء يعني راقيا. نحن في هذا الصالون الذي نحاول أن نطوره ونرجع بالذاكرة إلى مراحل الجميلة في الأدب، في الفن، في الشعر، في كل يعني المجالات الثقافية، من أجل رفع المستوى هذا القطاع أو هذا المجال الذي أصبحت تطاله يد الرداءة، وأصبح لا يؤدي الدور المنوط به في المجال الثقافي والفني. هذه الفرصة اللي تحققنا اليوم ما عمرنا كنا كنتصوروها غدا تكون هكذا، سبحان ربي العظيم. هذه فرصة فيها التقى فيها الأقطاب كلها، لا الناس ديالها ولا المواضيع اللي كتناولوها، الشعر، الرسم، الخط العربي، الناس اللي كيقولوا للزجل، يعني ألوان متعددة وبألوان ديال هاد الدار اللي كتشوف هاد اللوحات ديال هاد الأستاذ الفنان الرحالي الوحيد في زمانه اللي كان كيحمل واحد المجموعة ديال الإرهاصات من قديم
الخدمة ديالو إلى يومنا هذا. فشعره هو شعر موزون مقفى له انطباعات على الحياة اليومية اللي كيعيشها سواء داخل البيت ديالو ولا في العمل ديالو. وهذا كاين مجموعة ديال الأشياء اللي كنلاحظوها على أنه ملم بكل الأشياء اللي كتدور حوله. إنسان علامة، فقيه، إنسان عنده خبرة كبيرة سواء في الرحلات ديالو، في فن الرحلات اللي كان كيقصدها ويحكيها لنا قصة مصورة شعرية، وكيعاود يدير السجع ديالها بالأوزان ديالو الخاصة. سبحان الله، هذه فرصة طيبة عشنا معها لحظات حاسمة، لحظات فنية ممتازة جليلة، وكنا كنستمعوا بإمعان للكلمات اللي كانت تخرج من عنده، كلمات طيبة. وكنا أولا وقبل كل شيء كنحاولوا ما أمكن نحاولوا كل واحد يسولوا سؤالات اللي هي في المواضيع اللي كيتناولها، فكان كيجيبها بواحد الإسهاب كبير، بواحد الفرحة، بواحد الابتسامة كتصاحب كل هاد الأشياء هذه. وكنشكره شكرا على هاد الاستضافة اللي استضاف هاد الفنانين وهاد الشلة الكبيرة اللي كتشوفوا هنايا، اللي البيت كله عامر ما تقيلش في المدرسو، ولكن ربما هذه فرصة من الفرص اللي كانت قديما وبدأت تتحيا من جديد. كنتمنى على أن الناس الآن حاليا كان فقدوا هذا النوع من الجلسات اللي هي حميمية فنية بامتياز. نتمنى على أن الناس يعيدوا لهذا الزمن القديم ويعودوا الأصالة ديالنا ويعودوا يعطينا واحد النكهة، واحد الفرصة أخرى اللي يمكن كل واحد يعبر عن الفنون وعن الأشياء اللي كيختارجها للفؤاد ديالو ويعطيها للناس، لأنه كان كاين اللي عنده مجموعة ديال المعلومات والعلوم. والآن سمحنا ولله الحمد كانت نستفدوا من هذا ومن ذاك، وحنا كنفيدوا عاد الناس بدورنا. وكنتمنى للجميع التوفيق والنجاح. بارك الله فيكم وشكرا لهذا المجمع الكريم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.